بعد ما فهمنا شنو البيئة وعرفناها ومن أوجدها، والعلماء اتفقوا على أنه شنو هي البيئة، بيئة طبيعية ومشيدة وبيئة اجتماعية وبيولوجية، وبعدين عناصر هاي البيئة. الآن ندخل إلى موضوعنا الأساسي اللي هو مفهوم بيئة التربة. بيئة التربة باعتباركم أنتم ناس زراعيين يطلق عليكم تسمية يا أما مهندس زراعي يا أما فقط زراعي. شنو ليش اجت هاي التسمية؟ ليش مهندس زراعي وليش بعض الناس يصيحوا لكم زراعيين؟ هنا العلماء من اجوا يريدون يدرسون بيئة التربة ظهر عندنا نوعين من العلماء. عالم يهتم بيها كوسط لنمو النبات وعرفها على انها جسم طبيعي يتكون من مزيج من المواد المعدنية، هذا يكون نقصد تعريف التربة، لأنه يهتم بها كوسط لنمو النبات. إيش قال عنها؟ قال إنها جسم طبيعي يتكون من مزيج من المواد المعدنية والمواد العضوية المتحللة التي تغطي سطح الأرض بشكل طبقات وتحتوي على نسب ملائمة من الماء والهواء تقوم بتثبيت النبات وتجهيزه بمعظم احتياجات النمو. إذن هذا العالم لأنه يهتم بها يعتبر التربة هي مجرد وسط لنمو النبات، اجي عرفها على أساس على هذا الأساس أنه التربة جسيم طبيعي بمواد مختلفة، هاي المواد كلها تعمل على تثبيت هذا النبات وإعطائه المواد الغذائية اللازمة لنموه. وش قسموا؟ قسموا التربة إلى أنه متكونة من 45% مادة معدنية، 25% ماء، 25% هواء، و 5% فقط مادة عضوية. هذه المكونات مطلوبة من عندك أنه تحفظ الأرقام والنسب في حالة أنه طلبت من عندك أنه التربة المعدنية المزيجية المثالية إيش قد تتكون؟ مكوناتها شنو؟ وإيش قد نسبهن؟ هذا المخطط يوضح. كذلك وجد أنه هذا العلماء اللي اهتموا بها كوسط لنمو النبات وجدوا أن التربة تحتوي على جزء معدني يشمل دقائق متفاوتة في أحجامها وأقطارها، بعضها يمكن تمييزه بالعين المجردة مثل الرمل وبعضها لا ما يمكن تمييزه إلا تحت المجهر مثل الطين. هذا التركيب أو الخليط بين الرمل والبريان والطين يسمى بنسجة التربة. فما هو تعريف؟ إذا أطلبت من عندك ما هو تعريف نسجة التربة تقول لي إنه هو الجزء المعدني من التربة والذي يشمل على دقائق متفاوتة في أحجامها وأقطارها والتي بعضها يمكن تمييزه بالعين المجردة كالرمل والغرين أو الغريان، وتلك التي لا يمكن تمييزها إلا تحت المجهر كدقائق الطين أو الدقائق الأولية يعني المعادن. شكل أو إذا طلب من عندك أيضا بتعريف نسجة التربة وأسومها، فنسجة التربة مثل ما عرفناها كنا سابقا أنه هي الجزء المعدني من التربة وتشمل على دقائق تراب العين المجردة وبعضها لا يمكن أن يرى إلا تحت المجهر. هذا الشكل إذا كانت البنية مفككة فهذا يمثل رمض، بنية جزيئية مفككة هذا الرمض. أما إذا كانت خليط جزيئات ومتصلة بيناتها بنية متماسكة تسمى الطين. أما إذا كانت بنية كبيبية أي إنها تجمعات ومفصولها تجمعات فيما بينها لا توجد مادة رابطة بينها تسمى بالغرين أو البنية الكبيبية. بعد العلماء إيش أوجدوا في التربة؟ إنه رغم هاي التكتلات الثلاثة اللي موجودة عندنا أكو هنالك اختلافات في قطر هذه الدقائق مما تؤثر على تباين المساحة السطحية في وحدة الوزن الثابت. هذا كل الحجيم سواء كان رمل أو طين أو غرين هذا شيء أثر يأثر فقط على المساحة السطحية. فالطين وجد العلماء إنه يكون ذو أهمية كبيرة في تحديد خصائص التربة الكيميائية والفيزيائية والحيوية بسبب صغر دقائقه وزيادة المساحة السطحية، ثم يليه الغرين ثم الرمل
رغم طبعا هنا نوجد أنه ليست له أهمية كبيرة، فقط هو يعمل على هيكل منظم حول أجزاء التربة الأكثر فعالية، وكذلك تأثيره في حركة الهواء والماء في التربة. فإذا سألناك هنا لماذا يكون الطين ذو أهمية كبيرة في تحديد خصائص التربة، تقول لي بسبب صغر دقائقه وزيادة المساحة السطحية، ويليه بالأهمية الغرين أو الرمل، فتكون أهميته محدودة. التركيب المعدني لدقائق التربة، عندنا احنا اتفقنا انه عندنا نوعين، اللي هو الجزء الاساسي او المهم في التربة اللي هو الطين، او الجزء الثاني اللي هو الرمل والغرين. الرمل والغرين انشأ او تكون نتيجة تأكسد الصخور او المعادن الموجودة في الصخور الاولية او الصخور الام التي نتجت عنها التربة، ويحتوي الرمل والغرين على مواد او معادن اولية مثل معدن السيليكا والفلتسبار والمايكا، اضافة الى معادن ثانوية تكونت نتيجة لعمليات التجوية الكيميائية للمعادن الاولية كالاكاسيد الحرة مثل اكاسيد الحديد والالمنيوم. الطين يتكون من معادن ثانوية فقط، ما بمعادن اولية، معادن ثانوية ناتجة من عملية التجوية للصخور والمعادن الاولية. ومن المعادن الطينية عندنا قلنا لك معدن. النوع الأول هسه اتفقنا أنه يهتم في دراسة التربة على أنها وسط لنمو النبات. النوع الثاني من العلماء اللي هم من أساسهم، من أساس تعريفهم أطلق عليكم اسم مهندسين زراعي، خلوها من ناحية هندسية وعرفوا التربة على أنها هي جسم طبيعي ديناميكي متطور على سطح الأرض له ثلاثة أبعاد طول وعرض وارتفاع، وتكونت صفاته نتيجة للتأثير المتداخل بين من؟ بين الطقس والمادة الحية والنباتات والحيوانات، هذين الثلاثة تأثرا على المادة الأم، بالإضافة إلى طبوغرافية السطح كانحدار وميلان السطح، بالإضافة إلى عامل الزمن. كل هذه التأثيرات على الصخرة الأم أو المادة الأم أدت إلى تكوين مقد التربة soil profile. مقد التربة شنو تعريفه؟ مقد التربة هذا اللي أمامنا واضح بالرسم، هو مقطع عمودي في الجزء السطحي من القشرة الأرضية، يشمل على طبقات R, C, P, E, A، والطبقة العليا بعدين أوجدوها هي سموها طبقة O أو الأفق O. هذا مو تربة، هذا إنما عبارة عن بقايا مواد عضوية وكائنات حية متحللة وأوراق نباتات. هذا يلاحظ في المناطق الكثيفة النباتات مثل الغابات، عندما تتساقط الأوراق فتكون طبقة، هاي الطبقة أيضا وجد أنه تعيش بها أحياؤها، فشملوها من ضمن طبقات الأرض سموه بالأفق. هنا نعد سؤال، حتى هاي التربة اللي احنا هسه نستخدمها بالزراعة ونشوفها امامنا، من اين انشأت المراحل اللي مرت بها، او العوامل، ما هي العوامل التي تكونت عن طريق التربة؟ العوامل موضحة امامك، اللي هي المادة الام او الصخور الام، يعني من نشأة الارض كانت هناك صخور، صخور الام، هاي الصخور تعرضت الى تفتت نتيجة شنو؟ الاحياء سواء كانت نباتية او حيوانية، بعدين تأثرت أيضا شنو؟ بالطبوغرافية السطح. طبوغرافية السطح المقصود هنا الارتفاعات والانخفاضات، مثلا صخرة موجودة فوق جبل، عندما تنحدر هذه الصخرة تسقط راح تبدأ تتفتت، هاي تفتتها راح يتحولها إلى أجزاء صغيرة يمكن أن تسمى بالتربة. كذلك تأثير المناخ وكذلك تأثير الزمن، كلما زاد الزمن تفتتت المادة الأم تكونت لنا تربة جديدة. فإذن العوامل الأساسية في تكوين التربة هي المادة الأم، الأحياء سواء كانت نباتية أو حيوانية، طبوغرافية السطح، المناخ، الزمن، هاي الخمسة عوامل.